السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايب قلبي. عدنا لكم مقطع جديد، جعد لكم المقطع اللي وعدتكم فيه إني أسوي الكبسة على أكمل وجه. أول صورت الكبسة وجهزتها، بس الحلقة الأخيرة من الكبسة ما أنجزتها. حط ورق غار يعني ثلاثة أربعة عشان الخاطر خمسة، يلا ليمون أسود واحد اثنين ثلاثة يعني أربعة خمسة عشان الخاطر، بس عشان الخاطر فلفل احمر عشان الخاطر. بالله صور لهم بيقول شوفي ولدك شوفي ولدك كيف طبخ طبخه، قولي له ان شاء الله بعد الحظر باذن الله حجيك اسوي لك على كبسه. دقيقه واحده افهمكم، شايفين هذه الكاميرا الصغيره؟ اعطيتها اخوي، قلت له صورني وانا اغرف الرز واللحم على الصحن وبعدها اختم المقطع. قال لي طيب، وانا اغرف واشرح ومبسوط بالكبسة اللي أنا سويتها وغرفنا وأخذ منه الكاميرا وأصور وأقول له خذ مرة ثانية صورني وأنا مبسوط ومتحمس إني سويت الكبسة وأخذ آراءهم، وأخرتها ما صور المقطع. متى عرفت؟ بعد ما غسلت يدي وانمسح الصحن. فالآن حنجز لكم كبسة، أجمل كبسة عندي خطوة بخطوة، وبرضه بوريكم القدر الجديد حقي، اشتريته حلال صغير طعم كذا يبغاله كل يوم بطبخ فيه. البلاء حقتي اني لما رحت اشتريت دجاج اشتريت 5 دجاجات، المشكلة انها مبردة والمشكلة انها كلها تنتهي بعد 3 ايام، يعني لازم اطبخ الدجاج قبل ما تنتهي. فسألت بعض العيال وقلت لهم ان الدجاج صح ينتهي بعد 3 ايام، قالوا لي من وين اخذتها، مثلجه ولا مبرده؟ قلت لهم لا مبرده. قالوا لي اذا اخذتها مبرده حطها بالفريزر، يعني طول الوقت مبرده تنتهي بعد 3 ايام، اما مثلجه لا عادي. ماني عارف ايش اللغز ذا، المهم كله بتروح في البطن ولا مو يا خال؟ لبست قفازات ينصر دينك يا شدقيق، ينصر دينك. ايوه هذه الحركات اللي. اما هذا القدر اللي انا اقول لكم عليه الكيوت الطعم مقاسه 7 متر، أول طبخة لي إن شاء الله القدر ما ينحرق. أنواع الرز كثيرة وألوانه كثيرة، فأنا تخصصي باللون الأحمر أو نقول له الرز الأحمر، كذا طبختي. بسم الله نبدأ معاكم بالمكونات ونقطع البصل ونبكي مع بعض ونطبخ. زي ما أنتم شايفين هنا المكونات، هنا فلفل الأحمر وهنا الكمون وهنا ما قلت أنا أجيب هذا، لا هذا لا، وفلفل أسود ها وكمون. ايش جايب لي كمون اثنين انت صاحي؟ لا هذا يبرح. هنا كمون وهنا فلفل اسود وهنا فلفل احمر وهنا ليمون. اذا شقيته وحطيته مع الرز بعد الطبخه يكون في مرق حلو. المرق هذا لما تاخذ الليمونه وتعصرها حلو، المرق هذا مع الرز ومع الشطه ورب الكعبة مرة يفوز حلو. ومعانا معجون طماطم هنا وحبة طماطم وواحد بصل واثنين فلفل حراق يا خالي. وعندنا الدجاجة اللي هنا صرخناها بس بقال انا قطعها، صرخناها من جلدها صرخ. الحين لعبتي تقطيع الطماطم والبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. جاي ينزل دموعي ورب الكعبة. قطعنا البصل، قطعنا الطماطم، قطعنا الدجاج تقطيع يعني مو مرتب. لا يا عيوني يلا على المعركة الآن إلى القدر. الطبخة هذه لشخصين فقط حلو، شخصين وحبة دجاجة مرة كثير، بس بسم الله حنغلقها بإذن الله. طيب عنها المرة هذه بقول لكم المقادير حبة حبة حلو، وردكم الأشياء اللي قبل شوي المقادير. الآن كيف نضيفها، أما كنت بقول كيف نضيفها بالقدر بالتفاصيل يعني سواء ملعقة أو ملعقتين أو شوية أو ربع. طبعا تقريبا هذه كمية الزيت اللي حطناها، ما أدري أحس أنها كثير والله حلو، لأن احنا بنحط البصل الآن ونحمسه. يا سلام ندي تحمير هذا الحين، يا سلام يا أخي أنا أحس أني طباخ. بعد ما تحمر خلاص الحين نضيف الطماطم. بسم الله يا سلام يا سلام، نقل اسمع الصوت بس يا لبيه يا لبيه. بعدها نضيف المعجون. تمام تمام، بس 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 لا تكثر خلاص 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 انتهى. عشان الخاطر عشان الخاطر رجعنا من جديد. الان نحط البهارات. ربع ملعقة فلفل اسود حلو، بس ربع كذا
اي بس خلاص والله هذا مره لا والله كثير. لا هذه المره ما في عشان خاطر مره كثير. وملعقه كمون وربع ملعقه فلفل، هو قليل بس عشان كثرنا فلفل الاسود. خلاص نحط شويه بس، نحط من القرفه هذه حبه. احنا نحط الدجاج، بسم الله نحط الدجاج بسم الله. خلاص نقلب شوية. يا سلام شوف كيف احمر يا عمري. دحين نضيف الموية بس 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 بس. حط شوية حط شوية حط 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 شوية. خلاص بس 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 بس. ما ننسى الليمون، واحد اثنين ثلاثة، وعشان الخاطر كمان واحد اثنين. وبسم الله بسم الله. يا عمري دوم اشتغل، ندي 10 دقائق تمام. بعد 10 دقائق راح يحط الرز. خلاص كده تنحسب العشرة دقائق. لازم تريح وتكافئ نفسك على هذا التعب وعلى هذا المجهود بسكوت، تجي تريح يعني متحطم نفسيا ومعنويا زعلان. لما تجيني هذه السلبيات اروح اشوف نفسي، ولما اشوف نفسي احس بفخر. كيف تشوف نفسي؟ شوف نفسي، هذا نفسي يا عمري انا. خلاص خلاص، فلما اشوف نفسي في هذيك الصوره احس بفخر، احس باعتزاز، احس بالقوه. خلاص كذا جات 10 دقائق. وبسم الله الرحمن الرحيم نفتح القدر. يا لطيف والله تفوز تفوز تفوز. هذا الرز اللي على قدنا بسم الله. الآن مع أسرع سلطة وألذ سلطة حتتسوى الآن. ماني محترف، مثلثات مثلثات على قوله مثلثات. دحين نحط الكمون والفلفل الأسود والخل. كمون يا جماعة، ها أمي كمون يا جماعة ولا لا؟ يا معشر البشر الذين يشاهدون هذا الفيديو، الآن وبمقادير محترفة ستأكلون أكلة تعجبكم طول السنة. شوفوا كيف، يا سلام شوفوا كيف أحمر مع مرقة شوية يلبيه. بسم الله بسم الله. نزل نزل نز ونص. السلام يا السلام يا السلام. شوف كيف على قدنا، يا السلام. وهذه السلطة الحلوة الطعمة اللذيذة الحلوة اللذيذة الحلوة اللذيذة. هذه شو يسمونها عندكم؟ هذه في بعضهم يسمونها كرارة وفي بعضهم يسمونها حكاكة. شو تسمونها انتم؟ اكتبوا لي تحت التعليقات. طبعا احنا طبخنا شويه عشان ما نبغى الاكل يزيد، ينقص ولا يزيد. حلو؟ عشان الواحد ما يسرف بالنعمه. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوه. الله يحفظ النعمه وتدوم علينا يا رب. للناس اللي زيي اللي ما يعرفون يطبخون، والله انصحكم بالطبخه اللي انا سويتها. اذا كانت كميه الرز تزيد بالبهارات او تزيد بالمويه. طبعا صراحة الطبخة مرة تفوز ومرة سهلة مرة سهلة، سواء انت بتتعلم عند اخوياك او شيء قول لهم عندي الطبخة. المكونات مرة بسيطة ولازم ترى بقدر ضغط افضل يعني عشان تطلع طبخة مرة حلوة. وان شاء الله ان الطبخة عجبتكم يا رب. ابى احط لكم حساباتي كمان تحت في صندوق الوصف، سنابي انستغرامي تليجرامي تويتر. ادري تويتر ترى ما عمر امي ادخل البرنامج ده ولا ادري عنه ولا شيء، اللهم بس اشوف الترند واطلع. بس ان شاء الله اني اكون متفاعل بتويتر، حسابي في تويتر، حسابي بتويتش كمان بث العاب. ايش تقول بالحسابات كلها تلقونها في صندوق الوصف. تعالوا كم هير. ولا تنسون اللايك وسبسكرايب، ترى والله مرة تعبت على الطبخة مرة صعبة، انصح اي واحد انه يسويها لانها من جد بتعجبه. واللي يسوي طبخة نفس حقتي يا ليت يصور لي في السناب او الانستغرام يرسلها لي ويعطيني رايه، اني استنى رايكم. طبخة مرة سهلة. مع السلامة حبايب قلبي، وانتظروني بالمقطع الجاي قصة بداية الحياة على الارض. ترى القصص اللي انا اقولها اخذها من كتب، واديكم اسماء الكتب واديكم المؤلفين عشان برضو تقرون من نفس الكتاب او
تعرفون المصدر اللي أنا أقول منه القصة، فإن شاء الله قصة مثيرة بإذن الله. مع السلامة.